في البورما نذكر في شيشان، معناتها الممارسات العنيفة من قبل التيارات الإسلامية المتشددة انطلقت من بؤر هذه من مناطق هذه وتحولت إلى ممارسات مرفوضة حتى من الإسلام نفسه، معادية لقيم الإسلام تاع التسامح إلى آخره، وكانت انعكاس ورد فعل على ممارسات نتاع تسلط، ممارسات نتاع دعم لقوى استبدادية في المناطق هذه من قبل قوى دولية معينة اللي حبت تفرض سيطرتها على المناطق. بالتالي إذا نتسألوا علاش ارتبط الإرهاب بالإسلام، تو سامبلومون لسبب هذا، لأن الإسلام كان مستهدف من قبل قوى عالمية، قوى إمبريالية ما كانتش تتمنى أنه الإسلام يوصل ويحكم، وأدى إلى التطرف للأسف الشديد. التطرف أدى إلى التطرف، وقاعدين نشوف طوال إرهاب باسم الإسلام جماعات إسلامية للأسف الشديد. لا فعلا وقع، للأسف قاعدين نشوف نفس السيناريو يتكرر اليوم في مصر. في مصر مش كان في مصر سي عارف في مصر في باريس، خلينا علاش ذكرت مصر لانه مثال حي، مثال قاعد نشوف فيه بعنينا احنا. وقت شفنا انه التيار الاسلامي وصل للسلطه في مصر شفنا حريه، شفنا قنوات تلفزيه، ما شفناش معدات لحريه الفرد في ممارسه شعائر الدنيا مهما كانت انتماءاته السياسيه، ولكن وقت دخلت بعض الأطراف وبعض القوى، خلينا نقول بعض القوى المعادية لتجربة التيار الإسلامي في الحكم، رينا ردة كاملة عن قيم الثورة، ردة كاملة عن قيم الحرية، عن المبادئ اللي قامت من أجلها الثورة، ونجمه بالمواطن البسيط يجي يقارن الوضع في عهد مرسي والوضع في بعد ما بعد مرسي. بالتالي ثم أطراف تعادي التيار الإسلامي، ثم أطراف تعادي ربما انه الاسلام يخوض، والتيار الاسلامي يخوض تجربه باش يعطي مثال كيفاش يجم يحكم. وهذا هو علاش اقترن للاسف الشديد الارهاب بالاسلام. الارهاب الاسلامي قلت انت مهم اللي قلت. انا مكالمه هاتفيه على خاطر مبيه تحب تاخذ مكالمه قبل؟ ناخذ المكالمه الهاتفيه على خاطر نحكيو على الارهاب في مصر ونحكيو زاده على الارهاب في المنطقه العربيه، نحكيو على الاوضاع في سوريا ولبنان. معنا مباشره على الهاتف السيد حسن عز الدين مسؤول على العلاقات العربيه في حزب الله. اهلا وسهلا سيد حسن. اهلا بكم. اهلا بك سيد حسن عز الدين. موضوع حصتنا اليوم هو العنف والارهاب في تونس وفي المنطقه العربيه. باش نسالك سؤال، حزب المقاومه اللبنانيه الاسلاميه يقاتل، عهدناه يقاتل الكيان الصهيوني، لكن الان سؤال يطرح، ماذا يفعل حزب الله داخل سوريا؟ نعم، أولا كما تعلمين حزب الله هو حركة مقاومة، وفي أساس نشأته في ظل الاحتلال الإسرائيلي في 1982 عندما اجتاح هذا العدو واحتل ثاني عاصمة عربية بعد القدس. نشأ حزب الله في هذا المناخ الضاغط على الأمة والضاغط على لبنان، و كان هذا الاجتياح كبير لإرساء وإلحاق لبنان بالمشروع الإسرائيلي. هذه المقاومة استطاعت أن تحبط هذا المشروع آنذاك، وبالتالي تؤسس لمقاومة استطاعت أن تدحر هذا العدو وتسجل أول انتصار في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي سنة 2000، وهزمت هذا الكيان وأخرجته من أرض احتلها بالقوة، احتلها ليبقى فيها ولم يتمكن دون أن يحقق أي امتياز سياسي. في سياق الرؤية للمشروع الأمريكي الصهيوني على المنطقة العربية بأكملها، لأن هذا الكيان ووجود هذا الكيان لا يؤثر فقط على لبنان، بل يؤثر على لبنان وعلى سوريا وعلى مصر وعلى الأردن وعلى تونس وعلى الجزائر وعلى الدول العربية. طيب سيد الكريم، حقيقة ما يحدث الآن في سوريا، نحن نتكلم عن إرهاب يجول المنطقة العربية. سيد حسن تسمع فيا؟ نحن نتحدث الآن عن إرهاب يجول المنطقة العربية من سوريا ولبنان ومصر. سوريا الآن تجتاح وتقتل ويستباح دماء أبنائها، لكن للأسف أو نلاحظ أن وجود حزب الله موجود في سوريا. ماذا يفعل حزب الله في سوريا، خاصة وأن حسن نصر الله قال يعني أنه لن يقتل؟ أنا أريد أن أدلل على أن ما يجري في المنطقة هو مترابط فيما بينه. هناك استهداف لسوريا
باعتبار موقعها ودورها المعادل للكيان الصهيوني بعدما خرجت مصر الدولة العظمى والكبرى في الوطن العربي من خلال اتفاقية كامب ديفيد وبعد انتصار حققه الشعب المصري والجيش المصري انذاك سنة 1973 اخرجتها او اخرجت مصر نفسها من الصراع العربي الاسرائيلي وبالتالي الاردن من خلال اتفاقيات وادي عربه وايضا هناك المسار الفلسطيني الذي ايضا وقع على اتفاقيات اوسلو ولم يبقى في معسكر التصدي والصمود والمحافظه على الحقوق العربيه والفلسطينيه. سيدي الكريم لم تجبني بعد على سؤالي باعتبار ان سقوط سوريا سيكون سقوط للوطن العربي وسقوط سوريا سيكون سقوط لمحور المقاومه وبالتالي في هذه الرؤيه نحن دخلنا لنكون سندا لعدم تمكين المشروع الصهيوني الامريكي من اسقاط سوريا وبالتالي ان نكون نحن لكن سيد حسن في سيارات لانه لا نتدخل في شان الشعب السوري وما يريد ان يختار من خلال ارادته وباعتبار ان المخرج الوحيد الذي كنا نؤمن به هو من اللحظه الاولى لهذه المؤامره قلنا بان الحوار هو الذي يخرج سوريا من هذا المأزق. طيب ما هو دور حزب الله في تعزيز الاستقرار في سوريا او منع سفك الدماء مع انه سيد حسن لم تجبني عن سؤالك ماذا يفعل عن سؤالي ماذا يفعل حزب الله في سوريا؟ نعم انا قلت انه حزب الله عندما دخل الى الحصار باعتبار ان هذه المنطقه هي منطقه كان التكفيريون يريدون ان يقوموا بايجاد اماره تكون ضاغطه على بيئه المقاومه المتواصله مع العمق اللبناني باعتبار ان هذه القرى هي في الاساس لبنانيه انما شاكسبيكو ادخلتها في الجغرافيا السوريه وبالتاكيد كما تعلمين منطقه البقاع المتواصله جغرافيا مع منطقه القصير هي بيئه حاضنه لهذه المقاومه فكان الدخول هناك لقتال هؤلاء اصحاب المشروع الارهابي التكفيري الذي يلغي الاخر ولا يؤمن بالاخر وكل من يخالفه يعتبره لا يستحق الحياه فكان حزب الله ان دافع عن هذه البيئه الحاضنه وكما قلت للمساهمه. شكرا لك سيد حسن عز الدين مسؤول على العلاقات العربية في حزب الله كنت معنا مباشرة من لبنان. بعد شوية باش نرجع مع متحدث باسم شباب الثورة بتونس السيد عمر الشيخ إبراهيم. حبينا أنه ندخل المنطقة العربية لأنه الإرهاب بدأ منذ سنوات وسنوات عدة وتزامن مع الثورات العربية ابتداء من تونس ليبيا وسوريا الإرهاب المنظم سي فتحي. أذكرت علاقته بالإسلام وأعرف قدم جواب مهم جدا قال انه ظهر خاصه في البلدان اللي وقع فيها تدخل خاصه الامريكي وفي العراق بشكل خاص في الفتره هذيك اهانه المسلمين الكل اهانه كبيره ولكن نسى حاجه عارف مهمه جدا نفهم الاهانات اللي صارت للعرب والمسلمين في العراق وفي غيرها ولكن اساسا الحربين الكبار اللي مشاو في العراق لكن شكون اللي استقبلها الجيوش الامريكيه باش ضربت العراق في ظروف طيبه ما تساوش القاعدة الكبيرة اللي في قطر السيلية ما نساوش الأرض السعودية اللي احتضنتهم جحافل من الجيوش الأمريكية استقرت غادي إذن اللي يمولوا في الإسلام السياسي الآن هما زاد اللي استقبلوه الأمريكان واللي تسبوا فيها الإهانة للمسلمين ما نساوش هذا 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 سي تريز امبورتون مصري طبعا مثال ثاني جايك لمصر اللي صار في مصر تو الآن مختلف أو أقول لك علاش مختلف لأنك نحب نقول لك حاجة أن الشعب المصري وقت الجيش حب يأخذ السلطة بعد سقوط مبارك كل الناس قالوا لا للجيش وبعدوه وعملوا انتخاباتهم إلى آخره ولكن جيوا فترة مرسي بيسير اللي صار راهو في تونس أغلب الأحزاب والمنظمات راهي ندت بالعنف اللي تمارس وأنا عندي لا موجود موجود في الجرائد عدد كبير من الأحزاب بما فيها الجبهة الشعبية موجود والحزب اليساري موجود رحبت بالحركة الانقلابية هذا موثق هذا يعرف هذا موثق حاب نعطيك المثل نقولوا تو حدث خليني نكمل ما نقصش ما تقصش عليه أنا ريت مثلا في الإنترنت البيان اللي خرجوا حزب العمال شفته واضح
واضح يندد بالعنف اللي تمارس على الناس موجود البيان. انا كنت حاب نعديه لك خرجوا من خرجوا في اتحادنا التونسي كيف كيف وغيره مش عنا فيه مش ندخلش في التفاصيل الموجود نجم اعطيك راهو تبقى حملوا كل المسؤولية المرسي ما تقولش اللي في فترة مرسي حرية الإعلام راهي حتى في تونس راهي افتكت وفي مصر راهي كان ثم حرية قبل حتى الثورة موجودة نسبيا خير منها. تبقى مرسي زادها ما تنساش عمل الإعلان الدستوري ولا عصم قراراته من كل شيء ما عادش ينقصوا حد ما عادش يحكي مع حتى حد إلى آخره. واللي خرج وراه مش الجيش اللي خرج أزاح مرسي رد بالك راهو أقل شيء 15 مليون هاكم الشعب المصري راهو سيتيز امبورتون هذا راهو في مصر ما هوش انقلاب عسكري زاد تحب أنت تقول انقلاب عسكري يقول لكن زاد لا ما هو زاد هذا مهم جدا نرجو لأحداث أنا نقول مصر مختلفة ثم وضعية مصرية سيئة أنا نقول إن شاء الله المصريين يتفقوا ما نزيدوش ما ننصر حتى حد نقول إن شاء الله يتفقوا لكن تعريج على اللي صاير في سوريا وانت قلت له ماذا يفعل حزب الله في سوريا عندك الحق والله سؤالك وجهي لكن زاد ما هو زاد اسهل ثم اش تعمل قطر غادي والسعوديه على بالك اليوم يتعارك ولا فين شكون اللي نصب الشخص المناسب نتاع هو في المعارضه السوريه وتولي تحارب في النظام السوري سوريا تحت رقم سوريا تحت رقم وتركيا وقوى اجنبيه الى اخره. لازمنا نكونوا منطقيين في تناول الملف السوري وقت نقولوا احنا اش تعمل قطر والسعوديه في سوريا راهي السؤال عندما وجه للاخ السوري نحكيه على جنود حزب الله اللي هبطوا في الساحة السورية وشاركوا في 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 في, في القتال الدائر بين خلينا نقول بين أبناء الشعب السوري هو مسألة داخلية المواطنين السوريين طبعاً ما شفناش سياسيين فما اغتيالات سياسيه كانت تقوم في يعني في فتره ما من بعد ولينا نشوفوا في ابرياء خليني نعطيك خلنا فرق ما بين تجيب جيوش وما بين تستاجر الناس وخلينا خلاص بنجيبهم احنا نحكيوا على كتائب لحزب الله هبطت في سوريا للاسف خليني نقول لك ما غير ما نغطيوا عين شمس الغربال للاسف الحرب السوريه اتخذت الان منحى طائفي هذا مما لا شك فيه استوى صراع حاليا للاسف الشديد وهذا ربما دفعت لي دفع بعض القوى الاجنبيه اللي حبت تأجل الصراع بين الشيعة والسنة. بالنسبة لقراءتي الشخصية الملف السوري واضحة. أنا أقول إنه في البداية العالم الغربي خلينا نقول بقى يتفرج على الثورات العربية، ثورات الربيع العربي، وربما شاف فيها بعض بوادر على انعتاق من الاستبداد ومقاومة الأنظمة الاستبدادية وبشاف الخط ما عرفتش التيار هذا. لكن وقت شاف إنه المسار الديمقراطي والمسار الانتخابي أفرز بروز التيارات الإسلامية وصعودها للسلطة هكذا الوقت شد فران وبدأ يمارس في ضغط. وإحنا نعرفه وإحنا ما زلنا نتذكره التصريح اللي قاله أحد القيادات الصهيونية وقال إحنا نتمنى أن الوضع السوري يبقى على ما هو عليه وأن لا تنتصر الثورة السورية على نظام حافظ على نظام الأسد. إذا كان معنا مكالمة هاتفية مع المتحدث باسم شباب الثورة بتونس السيد عمر الشيخ إبراهيم ناخذه مع بعضنا باش نحكيه هل الصراع السوري الآن هل هو صراع طائفي أم أجندة خارجية؟ السيد عمر الشيخ إبراهيم أهلا وسهلا بك مباشرة على قناة القلم الفضائية. أهلا وسهلا بك. أيوة أهلا وسهلا بك سيد عمر الشيخ. أهلا وسهلا سيد عمر إبراهيم الشيخ متحدث باسم شباب الثورة بتونس، هل حقيقة ما يحدث في سوريا الآن هل هو صراع طائفي أم إرهاب خارجي يسلط من أحزاب سياسية ومن أجندة خارجية؟ لا هو حقيقة يعني ثورة شعب مظلوم على دكتاتور طاغية، الشعب ينادي بحريته. تقريبا الأسباب نفسها هي التي دفعت الشعب السوري والتونسي إلى الثورة على طغاته وأنظمة الحكم في البلدين. لكن تم توظيف هذا الصراع يعني لعدة أسباب يطول شرحها إلى تحويله نوعا ما أو إظهاره على أنه صراع طائفي سني شيعي أو أنه صراع بين قوى إرهابية وقوى مدنية أو قوى يعني تدعي أنها ليبرالية أو علمانية. لكن حقيقة الصراع كان وما زال أنه الشعب ينادي بحريته يطالب بالتخلص من نظام دكتاتوري يعني جلس على يعني أرواح العباد وعلى أرزاق البلاد يعني لمدة 40 عام يعني لأول مرة في تاريخ الأنظمة الحكم العالمية يتم توارث حكم جمهوري من الأب إلى الابن. يعني هذه أقل
ما يمكن أن يقال. طبعا توظفت هذه المسألة لأسباب كثيرة دولية وأقليمية وأسباب يعني تتعلق بالنظام الدكتاتوري المجرم في سوريا وأذياله من بعض الميليشيات المسلحة وعلى رأسها ما يسمى بحزب الله وأنا أسميه حزب الله، يعني هذا حزب المقاولة باللام أقولها وليس بالميم، وهذا الذي دفع يعني إلى طيب أستاذ عمر، السيد حسن عز الدين مسؤول العلاقات العربية في حزب الله قال منذ قليل أنه تواجد حزب الله في سوريا هو ناجم عن التصدي للكيان الصهيوني أو ناجم عن التصدي للأجندات الخارجية وليس استباحة لدم السوريين. يعني لا أفهم هؤلاء يعني كيف يتحدثون، يبدو أنهم مصابون بانفصام أخلاقي وانفصام أيضا عن الذاكرة القريبة. هذه دولة اسمها سوريا، هذا شعب اسمه سوريا، شعب عريق وشعب يعني كان في الصف الأول للمقاومة ولا يزال عن كل الوطن العربي ضد إسرائيل، وهو هي ليست دولة إسرائيل، الدولة ما تسمى بدولة إسرائيل هي على الحدود الجنوبية للبنان وليست في القصير وليست في حمص وليست في السيدة زينب في قلب دمشق وليست في حلب وليست في إدلب. يعني لا أدري هؤلاء يعني كيف وصلت فيهم الوقاحة إلى أن يصفوا الشعب السوري والأطفال سوريا والنساء سوريا وأهل سوريا بأنهم والله مشروع إسرائيلي ومشروع كيان صهيوني. هؤلاء حقيقة لا يملكون أي ذرة أخلاق. هؤلاء الذين يقاتلون في سوريا ويسمون نفسهم بأنهم يعني أحفاد الحسين هم أبعد من يكون عن الحسين، وهم اليوم اختاروا أن يقفوا مع الطاغية ضد الحسين. واضح، شكرا لك هذا الزمن هو كان الذي يقاتل الحسين في ذلك الزمان. فهؤلاء حقيقة ناكرين معروف للشعب السوري، كل الشعب السوري كشف زيفهم. من إيجابيات الثورة السورية أنها زالت الأقنعة عن هؤلاء وعن أسيادهم. شكرا وعن لك كل من سيد عمر الشيخ إبراهيم متحدث باسم شباب الثورة السورية في تونس. حبينا نفتح المجال أنه نحكي على الإرهاب اللي طال المنطقة العربية. في كلمتين وصلنا تقريبا للختام، مش نجي معك سي عارف نمشي السي فتحي، كيف يمكن أن نقضي على الإرهاب أو نقول احنا نحصره الإرهاب باش ما يتفشش؟ شوف تحكي على تونس ولا تونس؟ خاطر في سوريا المنطقه العربيه حبينا ناخذ صحيح انه الطرف المقابل، مش صحيح انه الاسلاميين الامريكان ما يحبوهم، مش صحيح، باركوهم وعنقوهم واعترفوا بالاتفاقيه مع اسرائيل وما ثم لاباس في مصر واولا مرسي، مش لازم نخوفوا اسرائيل اكثر من لازم الاسلاميين. تبقى في تونس شاهد ياسر الحكايه انه الدوله تعترف بمسؤوليتها، وقت اللي حكومه تفشل تخلي الدوسي وشي ناس اخرين، مش مشكله. دوغالو ما ادراك حرر فرنسا من النازيه، نهارت لي الشباب خرجوا للشارع قالوا له فكرينا فدتنا يزي، قال لهم راهو ثم شويه من الشعب الفرنساوي ما يحبنيش، قدم استقالته. زادت العظمه نتاعو كيف العظمه نتاع حكومتنا تزيد لو اني تستقيل، تقول لا غالب فشلت في الملف الاقتصادي، في الملف الاقتصادي، في الملف الامني خاصه. هذا يساهم انه يقضي عنا على الارهاب. عندنا سونيت دالارم في الاقتصاد، امورنا تعب ياسر في المجال الامني كيف لكن سي فتحي هذا يساهم في انه يقضي على الارهاب في تونس؟ اي كي تبدا حكومه غير متحزبه، اي تولي عندها ليبر، ما عادش تفرق بين هذا وهذا، تولي تمشي القانون. سي تري امبورتون، هذا اهم حاجه. بور ريست انا نصور انه هذه خطوه اولى، خطوه اساسيه، وتو حتى الناس تتفرد، حتى اللي تحب تترشح للانتخابات مش يدخل كل ما شانس يقال كل كيف ثم اشكال، ثم شي واحد يحب يمشي القانون الانتخابي على قياسه ولا يعمل الهيئه اللي نتاع الانتخابات على قياسه الى اخره. انا نصور علاقه السلطه بالشعب هي علاقه عقد سياسي ناتج عن انتخابات اللي الشعب التونسي اعطى ثقته في طرف معين باش يحكم في البلاد هذه. بالتالي الالتزام الاخلاقي نتاع السلطه الحاكمه والترويكا الحاكمه الحاليه هو التزام فيزافي الشعب. بالتالي ما نجموش نتكلموا على استقاله نتيجه انه ثم طرف سياسي لربما تمثيليته في المجلس التاسيسي لا تتعدى معناتها عدد اصابع اليد، معناتها بالتالي معناتها نحب نكون هناك لا سامحني ما نجموش نتكلم. اذا كنت تتكلم على اذا نتكلم على اعتصامات الشارع، اذا نتكلم على اعتصامات الشارع قارن اخر اعتصامات، اعتصام الرحيل مع اعتصام اللي تنظم في رمضان من قبل شرعيه عام شرعيه بالاتفاق وعشر احزاب صحوا. لا سامحني، لا سياسه رايه اخلاقيه، الالتزام الاخلاقي نتاع ترويكا انها ما تسلم السلطه الا لمن يثق له الشعب. بالتالي لا يمكن حتى
حتى وقت نتكلم على حكومة تكنوقراط احنا شفنا حتى في عهد الغنوشي وعهد ما قدم لنا بأنهم تكنوقراط قيناهم مسيسون إلى النخاع وقيناهم سرعان ما التحقوا بنداء تونس والتحقوا برشا منها من حلف القضاء على الإرهاب في تونس؟ لا حبيت أنا منعرج لأنه أنا نشوف أنه زميلي فتحي تسأل عن الإرهاب والعنف يعرج على المسألة السياسية ماذا بين الملف يكون أمهام كل هذا هو سياسي بار إكسلونس لا إيه إيه لكن إجابة تونس كيف يمكن هو قال حكومة تستقيل الحكومة هذه تجي حكومة غير مسيسة طيف الإرهاب أنا نشوف يلزم الأطراف الكل الأطراف السياسية كلها تتكتف مع بعضها لأنه الإرهاب يستهدف الشعب التونسي يستهدف الدولة التونسية بدون أن نقول مستهدف للترويكا ولا للمعارضة بالتالي يلزم كل الأحزاب السياسية عندنا خطر يدهمنا توا وهو خطر الإرهاب ويجب أن نتكاتف مع بعضنا من أجل استئصال كل مسببات على الإرهاب يلزم وقت نقول الأسباب اللي ذكرتها قبل واضح نعمل حكومة شكرا لك سي فتحي رقيق استاذ علم اجتماع وعضو في مسار الاجتماعي الديمقراطي شرفنا الليله بحضنا كذلك سي عارف المعالج مرحبا بك استاذ جامعي وعضو مجلس في مجلس الشورى لحركه النهضه هذه هي موضوع حصتنا اليوم العنف والارهاب وتبعاته وكيف يمكن القضاء عليه تطرقنا الى الشان السوري واللبناني كذلك في اخر حصتنا اليوم تنجموا تعاودوا تتفرجوا في حصتنا على صفحتنا في الفيسبوك القلم تي في شكرا لكم على الانتباه ودمتم أوفياء لقناة القلم وتصبحون على خير.